قناة أستاذنا التعليمية تقدم حكاية آية والسلحفاة. كانت سلحفاة تسكن تجويفا تحت شجرة توت، توجد بحديقة بحينا، وكانت لها صديقة اسمها آية، تزورها من حين لآخر وتحمل لها أوراق الخص الذي تحبه كثيرا. كانت السلحفاة آمنة لا يؤذيها أحد، وكانت تخرج من مسكنها وتتجول في الحديقة وتتفرج على الشارع، فيعجبها أن ترى العمارات والمتاجر نظيفة، ويسعدها رؤية الأطفال وهم متوجهون إلى المدرسة التي لا تبعد عن الحديقة والمسجد الذي يتوافد عليه السكان، كما تحب سماع الطيور وهي على أغصان الأشجار تغرد وتزقزق مثل فرقة موسيقية، وكانت تفرح عندما ترى آية تغادر المخبزة وهي تحمل الخبز والحلويات، والكل سعيد مرتاح في الحي. ذات يوم جاءت آية لتزور صديقتها وتقدم لها ما أحضرت من غذاء وماء. وجدت آية السلحفاة حزينة منشغلة بجمع أمتعتها. سألتها آية: ما بك يا صديقتي؟ ردت السلحفاة: كنت سعيدة بينكم، الجميع يحبني ويحترمني، لكنني اليوم أغادر حيكم. قالت آية: لقد ألفناك، فلماذا تغادرين حينا؟ ردت السلحفاة: صار أحد السكان يرمي نفايات منزله بجانب مسكني، فتؤذيني رائحتها الكريهة، ويزعجني طنين الذباب الذي يتجمع على النفايات، وأظل قلقة إلى أن يأتي عمال النظافة. قالت آية: سلوك هذا الشخص غير مقبول، ولا يحترم موعد جمع النفايات المنزلية. لا عليك يا صديقتي، سأحل المشكلة. عادت آية إلى منزلها، أخذت لافتة بيضاء كتبت عليها بخط جميل: النظافة من الإيمان، فحافظوا على نظافة حينا. ثم رجعت عند السلحفاة وعلقت اللافتة على جذع شجرة التوت. منذ ذلك اليوم ما رمى أحد نفايات بقرب شجرة التوت، وعادت السعادة والطمأنينة للسلحفات.